عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله. اليوم نتكلم عن كتاب ومقالة، كتاب قرأته باللغة الإسبانية، إن شاء الله ينزل قريب باللغة الإنجليزية، ومقالة أيضا باللغة الإسبانية مرتبطة بنفس الكتاب. كاتب المقالة اسمه بول بيوسا من صحيفة أبيثي الإسبانية ABC، اللي ممكن عنده اطلاع وعنده رغبة ممكن يشوف المقال، الرابط هنا فوق الصورة. المقال هذا يتحدث عن حالات الوفاة بين العلماء. العلماء أفنوا حياتهم لصناعة شيء جميل ولصناعة شيء نافع، معظمهم لخدمة البشرية وخدمة الإنسانية، وحق لهم أن يذكر ما قدموه، وحق لهم أن يذكر عن حالات وفاتهم. الكاتب بول بيوسا في الصحيفة اختار 5 أو 6 علماء، صراحة استدعوا انتباهي، فحبيت أني أقول لكم القصص اللي ذكرها الكاتب بتصرف مني، ترجمتها للعربية وبعدين اتصرف في بعض الكلام. بدأ الكاتب بالكلام عن عالم اسمه دانيال أليسادس كاريون أو دانيال كاريون. هذا العالم من بلد اسمها البيرو. في زمنه كان فيه مرض منتشر في البلد اسمه الثقلول البيروفي، الدمامل، نسميه باللغة العربية الدمامل. في بيرو كان الناس تموت منه. طبعا سبب الدمامل المعروف هو نوع من البكتيريا ستريبتوكوكس، وعلاجها حاليا الآن من البديهيات المعروفة. الرجل هذا عمل شيء غريب، قام باستخراج السائل من أحد مرضاه، السائل اللي موجود في الدمل اللي هو الصديد، وحقن نفسه فيه. بعد 20 يوم بدأ يشعر بتدهور في حالته الصحية، طبعا جاء الالتهاب وأوجاع في المفصل، في مفصل القدم بالكاحل. ومع توالي الوقت زادت الأعراض وزادت الآلام. العالم هذا في نفس الوقت كان بيكتب الأعراض اللي بتحدث معه خطوة بخطوة. وبعد 9 أيام أصبح دانيال كاريون غير قادر على الكتابة، وسلم مهمة الكتابة لأحد زملائه. وبفضل هذا البحث اللي كان ثمنه حياته، استطاع العالم في ذاك الوقت أنه يساعد في اكتشاف الجرثومة لستريبتوكوكس بيدرميدس المسببة لمرض الثلول البيروفي. في زمانهم حير العالم في علاجه. توفي العالم دانيال كاريون بعد 17 يوم من ظهور أول أعراض المرض في تشرين الأول أكتوبر عام 1885. وكانت القصة حقه مثار اهتمام لكثير من الكتاب في ذاك الوقت، ولقب العالم هذا إلى الآن له لقب باسمه شهيد الطب البيروفي، ويحترم جدا وله نصب تذكاري في بلده. عالمة أخرى اسمها كارن فيتاهان، عالمة مهمة جدا في علم الكيمياء ومختصة في المعادن الثقيلة. المعادن الثقيلة نقصد بها على الجدول الدوري الزئبق وما يليه. هي كانت حريصة على الشغل في الزئبق، وكانت تكتب في البروتوكولات الأمنية كثير. في صيف 96 كانت فيتاهان كما هو اسمها الحقيقي فيتاهان تجري تجارب حول أيونات الزئبق وعملية إصلاح الحمض النووي في الخلايا الحية. كانت ترتدي هي قفازات عشان تعمل تجاربها، وعلى أساس في ذاك الوقت 96، يعني ما احنا بعيدين حوالي 22 سنة 30 سنة، إنه هذه بتحمي من التسمم بمادة الزئبق. طاحت على 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 قفازها قطرتين من الزئبق، وأدت بعد 3 أشهر إلى أن تظهر على العالمة
أعراض تسمم الزئبق، وهي آلاف البطن، فقدان الوزن بطريقة عالية جدا وسريعة، وبدأت تظهر عليها أعراض عصبية تشبه تماما تسمم الزئبق يعرفوها الأطباء، وزادت نسبة الزئبق في دمها أكثر من 80% من الكمية المسموح بها. وبفضل وفاتها، لأنها ماتت بفضل وفاتها بعد فحص الجثة، وجد في جثتها ثنائي مثيل الزئبق. واكتشفوا العلماء أنه إذا ثنائي مثيل الزئبق قادر على عبور الجلد حتى بوجود الحواجز، وهذه معلومة جدا مهمة أنقذت حياة كثير من العلماء اللي يعملون في هذا المجال. طبعا نيجي للعالم النمساوي المشهور في علم التهابات مايكروبيولوجي وأمراض نسائية، اسمه إجنس زيمفايس. إجنس زيمفايس طبعا هذا العالم مشهور باندفاعه وحبه الشديد للعلم والبحث والكتابة، كان بيكتب بكميات هائلة جدا. في القرن التاسع عشر كان مرض حمى النفاس، كفانا الله وإياكم، منتشر جدا في نسبة عالية جدا من سكان أوروبا، ومش بس في عنا. وكان صاحبنا إغناس شغال في فيينا، واكتشف هو السبب في هذا المرض، وهو التهاب أو مرض أو بكتيريا ستافيلوكوكوس أوريوس، وعرف كيف طريقة انتقال المرض. فكتب ملاحظات معينة، الملاحظات حقه ما عجبت أستاذه، ما عجبت بروفيسوره، وكثير من زملائه، فجرت عليه انتقادات جارحة وشدة جدا في التعامل معه، ووصلت إلى درجة أنه حتى بدأوا ينفرون منه. طبعا الأفكار اللي طرحها أفكار منطقية جدا، وهو على كل من يقوم بتوليد سيدة أو استلام طفل من سيدة أن يقوم بتعقيم يده وتنظيفه قبل التعامل مع المريض الآخر. الآن بالنسبة لنا هذه اي بي سي في الطب. هذه غضبت، زعلت أستاذه، زعلت العلماء اللي كانوا في زمنه، ووصلت إلى درجة أنه عزل من ممارسة مهنة الطب، تخيل إلى أي درجة، وأرسلوه إلى مستشفى الأمراض النفسية على أنه مجنون. بعد 3 سنوات الرجل توفى بسبب العقدة اللي صارت عنده والاكتئاب اللي وصل لعنده. بعد فترة حوالي 40 سنة من وفاة الرجل هذا، وصل عالم اسمه لويس باستور والعالم الثاني روبرت كوخ، الاثنين علماء ألمان، إلى نفس النتائج اللي قالها، بل واكتشفوا اسم البكتيريا، كتبوا اسم البكتيريا ستافيلوكوكوس أوريوس، وأنها تنتقل عن طريق التلامس ما بين سطح مصاب وسطح مصاب، تلامس الدم وتلامس البكتيريا في سطح ملوث بالبكتيريا والدم يكفي لانتقال البكتيريا إلى المريض. نجي للعالم أو طالب العلم جاسن ألتم. جاسن ألتم عالم أو طالب علم من بريطانيا، طالب دكتوراه من بريطانيا، حصل على منحة أنه يدرس في هارفارد. وكان أستاذه إلياس جيمس خوري في هارفارد وجد جثته مرمية في المختبر، وترك عليها ملاحظة مكتوب فيها: لا تحاول إنعاشي خطر سيانيد البوتاسيوم، لأنه شرب المادة هذه عشان ينتحر. وسرقه من مختبر أستاذه اللبناني الأصل خوري. حرص ألتم على أنه ما يموت بسببه أحد آخر من المنعشين عشان عن طريق النفخ الفم، وترك أيضا 3 رسائل أخرى موجهة إلى والديه وإلى قسم الكيمياء في جامعة هارفارد وإلى بروفيسوره خوري. وقد كشفت عائلته عن محتويات الرسالة التي ذكرت أن الضغط الذي سلطته الجامعة عليه والذي كان السبب في انتحاره أمر كان من الممكن تجنبه إذا ما كان عليه ضغط وعملية التنمر عليه. ومن بين العبارات التي كتبها وجعلت منه بطل بين طلاب تبرز التالية: المدرسون لهم الكثير من النفوذ لتحديد مصير حياة طلاب المراحل العليا. وبعد سنة من وفاته نشر زملائه البحث حول الجزيء الذي أجرى ألتم
بحوثا حول ظهر اسمه بين أسماء مؤلفي البحث. هنا أنوه لحاجة مهمة، نحن عشنا الظروف اللي عاشها جيسون ألتم بس ما انتحرنا، يعني عشنا أساتذة وبروفيسورات في الجامعات كانوا يعني أنك تواجه الموت أرحم من أنك تواجههم، صعبين جدا والتعامل معهم جدا صعب، وتقبلهم هم حتى ما يتقبلوا أنفسهم فكيف هم يتقبلوك؟ وهذا يعني جات تيجي أفكار، وأسمع من زملائي كثير أفكار إنه لدرجة إنهم فعلا بدهم يموتوا وينتحروا عشان يقابلوا هذول العلماء أو هذول البروفيسورات اللي بيعلموهم، هدانا الله وإياهم. آخر شيء نتكلم على عالمة أخرى اسمها ديان فوسي. ديان فوسي هي طالبة لعالم الأنثروبيولوجي. الأنثروبيولوجي هو علم تطور الإنسان أو علم تطور الكائنات الحية. اسمه العالم لويس لاكي، هو أستاذ ديانا فوسي. فكر أن يرسلها لدراسة إجراء دراسات معينة على الأولويات الكبرى زي الغوريلا وشمبانزي وغير ذلك، وعول على باحثتين أخرتين مع ديانا فوسي وأرسلهم إلى رواندا للتعامل مع الغوريلا. ومن بين هذه المجموعة أيضا كانت فوسي أكثر تضرر من هذه المغامرة، والسبب خلال عملها طورت فوسي علاقتها مع الغوريلا وخاصة أحد هذه الحيوانات الذي يدعى الدهجت، وحاولت بذلك جهدها من أجل وقف الاعتداءات على حق الغوريلا التي يمارسها السكان المحليون. وبعد توالي التهديدات من قبل الصيادين والحكومة الرواندية عثر على جثة فوسي في بيتها التي كان عليها علامات الاعتداء البشعة. ألهمت قصة فوسي الكاتب وعالم السينما الكتاب وعالم السينما، وقد وثقت قصتها تحت عنوان الغوريلا في الضباب، غوريلا in the mist. هذه بعض القصص اللي تشير إلى العلماء الذين يموتون من أجل إيصال معلومة أو البحث عن معلومة أو التأكد من معلومة، أو تكون الجو العلمي اللي هم عايشين فيه هو سبب وفاتهم أو سبب انتحارهم. الكتاب موجود في السوق ورائع، بس موجود للأسف باللغة الإسبانية. أكيد في الأيام القادمة حينزل باللغة الإنجليزية وباللغة الألمانية. أتمنى أن يترجم باللغة العربية وأن تطلعوا عليه. فعلا رائع وممتاز ومهم جدا أن يقرأ عن هؤلاء الناس ونستفيد منهم ونتعلم منهم ونتجنب أخطائهم. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.